جمهورية كوسوفو جمهورية إسلامية في منطقة البلقان في أوروبا، أعلنت استقلالها في 17/2/2008. عدد السكان حوالي 2.5 مليون، 95% من سكانها مسلمين. للأسف الشديد اعترف بها حوالي 75 دولة في العالم، والأسف الشديد لم تعترف بها مصر حتى الآن. يعني المسألة محزنة، لأن الشعب الكوسوفي تعرض لمآسي ومذابح من الصرب في مذابح التي حدثت خلال العقود الماضية، ولهم تاريخ مع التاريخ الإسلامي ومع الخلافة العثمانية ومع تاريخ المسلمين في هذه البقعة في أوروبا، وهم جزء من العالم الإسلامي مهم جدا. ونتمنى أن مصر والخارجية المصرية تهتم بجمهورية كوسوفو. يعني من الحاجات المحسنة أن نجد مثلا في الدول المعترفة بجمهورية كوسوفو الجبل الأسود ومقدونيا، البلاد اللي هي كان في مشاكل في هذه المنطقة في البلقان، نجد مثلا أن جيبوتي تعترف بجمهورية كوسوفو ومصر ما تعترفش. نجد أن دول في أمريكا الجنوبية زي بيرو تعترف. نجد دول في أفريقيا زي بوركينا فاسو. نجد دول في أوروبا كتير جدا، كل أوروبا معظمها معترفة بجمهورية كوسوفو، كل أوروبا معظمها حتى أمريكا وبريطانيا. ومن الدول العربية نجد المملكة العربية السعودية والإمارات و وقطر. يعني في بعض الدول العربية اعترفت بجمهورية كوسوفو، وأنا أعتقد أن المسألة محتاجة وقفة من النظام السياسي في مصر بعد الثورة. ربما كانت هناك بعض التحالفات أو المصالح قبل الثورة للنظام البائد، لكن أعتقد الآن بعد الثورة بعد ما تحررت مصر من كل القيود والاستبداد، وجب على مصر وعلى كل القوى السياسية أن تنادي بالاعتراف بجمهورية كوسوفو كدولة إسلامية في منطقة البلقان. وإحنا النهارده بيشرفنا في اللجنة العامة لحقوق الإنسان الأستاذ بكر إسماعيل، يعني مستشار وزير خارجية كوسوفو وممثلة في مصر. للأسف الشديد أن كوسوفو ليس لها سفارة في الوقت الذي لإسرائيل سفارة في مصر، وهي مسألة يندلى جبين كل مصري وكل مسلم غيور على دينه. كوسوفو كما قلت دولة معظم أهلها مسلمين، 95% من سكانها مسلمين، وهي دولة صغيرة جدا. ولا أعلم ماذا يدير الخارجية المصرية أو نظام السياسي في مصر إذا اعترف بجمهورية كوسوفو. أنا بطالب كل القوى السياسية في مصر أن تنظم حملة ضد هذا الموقف المخزي، موقف أن يكون لإسرائيل سفارة وألا يكون لجمهورية كوسوفو المسلمة سفارة في مصر. شكراً.